نعم سيد كرار، يعني جرى الحديث عن إصابات في صفوف المتظاهرين، هل من حصيلة دقيقة للإصابات وما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الصدام؟ والله حاليا اليوم حتى قبل نص ساعة تقريبا 17 مصاب وبيهم يعني حالتهم خطرة، وقبلها اكو مصابين وقبلها اكو شهيد. زين اللي ادى لهذا انه المطالبه بقاله المحافظ، قلت لك انا يعني عدة مرات صارت هذه المطالبه وصارت مهل، واخرها مهله الاسبوع اللي طرحوها الثوار وانطوه اسبوع لحتى يفتتح المستشفى التركي ويقيل الفاسدين اللي موجودين في كل الدوائر. ما نفذ المحافظ اي مطالب من استلم من منصب المحافظ لحد الان، ما نفذ لهم اي مطلب الى ان تطورت الامور وصلت الى مرحله التصعيد. بالتصعيد طبعا المتظاهرين كانوا سلميين، كانت هناك وقفه بالبدايه، وقفه باب ديوان المحافظه، تفاجئوا بالرصاص الحي اللي انضرب عليهم. اليوم وصلت المرحله انه بدا القمع، صار بالاحاديه وبالبيكيسيات، سلاح ثقيل مقاوم للطائرات تضرب به شباب عزل وسلميين. هذا شيء مو معقول. اليوم شباب الناصريه مستمرين بتصعيدهم لحتى يكون اختيار المحافظ اختيار من اهالي المحافظه، من كفاءات المحافظه، ذي قار ضحت الناصريه اعطت ما اعطت، لهذا من حقها انه تختار الناس الكفؤين اللي يقودون المحافظه ويعبروها الى بر الامان.